بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنستكمل درس كان وأخواتها للصف الثاني الثانوي علمي. لازم ابن حبيبي تتذكر إيه هم كان وإيه إخواتها. أخوات كان في اللغة العربية كان، أصبح، أمسى، ظل، بات، أضحى، صار، ليس، ما زال، ما دام، ما برح، ما فتئ، من فك. إذن دي كان ودي إخواتها. أوعى تنسى عشان لما أجي لك في قطعة ولا أجي لك في جملة تبقى عارف إيه كان وإيه كل أخواتها. أقول تاني مرة أخرى، كان أختها أصبح، أمسى، ظل، بات، أضحى، صار، ليس، ما زال، ما دام، ما برح، ما فتئ، ما انفك. كان ودي إخواتها. ماذا تفعل كان وإخواتها في الجملة في اللغة العربية؟ تدخل على الجملة الإسمية التي أصلها المبتدأ والخبر، فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. تعال نشوف في الجمل والأمثلة ديت فين كان وفين إخواتها. المثال الأول يقول: ما زال الإيمان راسخا. فين كان وفين إخواتها هنا؟ الفعل الناقص الناسخ هنا كلمة ما زال. فين هنا مكتوبة هنا؟ طبعا كلمة ما زال أهي مكتوبة هنا. هذا هو الفعل الناقص الناسخ. أين اسم ما زال في هذا المثال؟ الإيمان. كيف يعرب؟ يعرب اسم ما زال مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لماذا قلت مرفوع وعلامة رفعه الضمة؟ لأنه جاء مفردا، وانت عارف المفرد يرفع وتكون علامة رفعه الضمة. أين خبر ما زال في هذا المثال؟ هو كلمة راسخا. ماذا تعرب كلمة راسخا؟ تعرب خبر لما زال منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إذن كان وكل أخواتها تدخل على الجملة. ماذا تفعل؟ ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. أين اسم ما زال في هذا المثال؟ هو كلمة الإيمان. كيف تعرب؟ تعرب اسم ما زال مرفوع وعلامة رفع الضمة، وكلمة راسخا تعرب خبر لما زال منصوب وعلامة نصب الفتحة. المثال الثاني يقول: أمست الممرضات ساهرات. أين الفعل الناقص الناسخ؟ كلمة أمست، لأن هي من ضمن كان وإخواتها. أين اسم أمس في هذا المثال؟ كلمة الممرضات. ماذا تعرب كلمة الممرضات؟ تعرب اسم أمس مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لماذا قلت الضمة؟ لأن هذا المثال واسم أمس جاء هنا جمع تكسير، وجمع التكسير عندما يرفع يرفع وتكون علامة إعرابه ورفعه الضمة. إذن كلمة أمست فعل ناقص ناسخ، زي ما تعودنا كان وكل إخواتها تعرب هذا الإعراب، فعل ناقص ناسخ. أين اسم أمس في هذا المثال؟ كلمة الممرضات. ماذا تعرب؟ تعرب اسم أمس مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أين خبر أمس في هذا المثال؟ كلمة ساهرات. أنت ليه قلت أصلا ساهرات؟ ليه ما قلتش راسخا زي المثال اللي قبله؟ أصل كلمة ساهرات تعرب خبر لأمس منصوب وعلامة نصبه الكسرة. أنت ليه قلت الكسرة؟ لأن هنا جاء جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم عندما ينصب تكون علامة نصبه الكسرة. إذن الفعل الناقص الناسخ في المثال الأول كلمة ما زال، اسمها كلمة الإيمان، خبره هو كلمة راسخا. المثال الثاني الفعل الناقص الناسخ هو كلمة أمست. أين اسمها؟ كلمة الممرضات. أين خبرها؟ كلمة ساهرات. طب والمثال اللي بعده؟ تعال نشوف المثال اللي بعده بيقول إيه. أصبح القاضي في المحكمة. أين الفعل الناقص الناسخ؟ من أول ما تسمع الجملة من غير ما تشوفها، أول ما تسمع الجملة تعرف أن كلمة أصبح هي الفعل الناقص الناسخ، وهي من أخوات كان. أصبح. أين اسم أصبح في هذا المثال؟ كلمة القاضي. اسم أصبح مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هي قاعدة ضمة ولا مقدرة؟ الضمة المقدرة. ليه ما ظهرتش؟ لأن الكلمة هنا اسمها في اللغة العربية اسم منقوص، لا تظهر عليها علامة الإعراب. كلمة القاضي اسم أصبح مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. أين خبر أصبح في هذا المثال؟ شايف الكلمتين دول؟
كلمة في المحكمة، وهو ده موضوعنا النهاردة. أما الموضوع النهاردة أتكلم عن إيه النهاردة؟ بعد ما خدنا اسم كان وأخواتها وكلام في الجملة وكمان أنواعه، النهاردة إن شاء الله هتكلم عن خبر كان وأخواتها وإيه كمان أنواعه. نرجع للمثال الأول، معلش ارجع ثاني معايا للمثال الأول. ما زال الإيمان راسخا، أين خبر ما زال في هذا المثال؟ كلمة راسخا أنا حاطط عليها ومستطيل أهو. طب المثال الثاني، أمست الممرضات ساهرات، أحط عليها مستطيل هي كمان. كلمة راسخا في الجملة هنا هي كلمة واحدة ولا أكثر من كلمة؟ لا كلمة واحدة. طب كلمة ساهرات هي كلمة واحدة ولا أكثر من كلمة؟ لا ده كلمة واحدة. إذن الخبر في هذا المثال خبر نوعه مفرد. خبر نوعه إيه؟ مفرد. يا عم فرق، ده كلمة ساهرات ده جت جمع، ازاي تقول عليها خبر مفرد وهي جمع؟ اقول لا، انت مالكش دعوه بمعناها. الخبر المفرد معناه هو ما ليس جملة ولا شبه جملة. حتى لو جاتك كلمة مثنى قول برضو خبر مفرد، حتى لو جات لك كلمة جمع قول برضو خبر مفرد. اذا المثال الاول والثاني الخبر في هذا المثال نوعه مفرد. كلمة راسخا خبر ما زال منصوب علامة نصب الفتحة، لما يسألك ما نوع الخبر خبر مفرد. كلمة ساهرات خبر أمست منصوب وعلامة نصب الكسرة، ما نوع الخبر؟ تقول خبر نوع مفرد. إذن أنواع الخبر، هناخد أول نوع الخبر، ليه ثلاث أنواع، هناخد أول نوع الخبر المفرد. أنواع هكتبها هو عشان تكتب ورايا. أنواع الخبر، واحد خبر إيه الكلمة دي؟ مفرد. ما تعريف الخبر المفرد؟ هو ما ليس جملة ولا شبه جملة، يعني بيجي لك في المثال كلمة واحدة بس، سواء مفرد ولا مثنى ولا جمع، لما تجي لك كلمة واحدة بس وتكون اسم قول عليها خبر نوعه مفرد. اتفقنا؟ تمام. تعال ننتقل للنوع الثاني. أصبح القاضي في المحكمة، أين خبر أصبح في هذا المثال؟ كلمة إيه اللي عمل عليها مستطيلة هنا دي؟ في المحكمة. هي كلمة واحدة ولا كلمتين؟ لا ده كلمتين. يبقى خبر مفرد؟ لا اوعى تقول خبر مفرد. ليه؟ لأن الخبر مفرد اتفقنا أنه هو بيكون كلمة واحدة بس وبتكون كمان اسم. كلمة واحدة بس وبتكون اسم. أما الكلمة في المحكمة كانت كلمة؟ لا ده كلمتين. طب الكلمتين دول عبارة عن إيه بقى؟ شايف الكلمة دي؟ في المحكمة، في حرف جر والمحكمة اسم مجرور. لما يجي لك الخبر جار ومجرور يبقى الخبر ده لنوع اسمه ايه يا عم فرج؟ اسمه شبه جملة. اذا الخبر لغاية الوقت خدنا نوعين، خبر بيكون مفرد. كيف تعرف انه خبر مفرد؟ بيكون كلمة واحدة بس واسم. ما تعرف الخبر مفرد؟ هو ما ليس جملة ولا شبه جملة. امال ايه الخبر شبه جملة ده؟ بيكون جار ومجرور او بيكون ظرف. بيكون ايه؟ جار ومجرور أو بيكون ظرف. لما أقول مثلا صار الطائر فوق الغصن، أين الخبر في هذا المثال؟ كلمة فوق الغصن عبارة عن إيه كلمة فوق دي؟ دي يسمى في اللغة العربية ظرف مكان. لما تلاقي الخبر ظرف يبقى ده برضو شبه جملة. يبقى تعرف إزاي الخبر شبه جملة؟ لما يجي لك جار ومجرور أو يجي لك ظرف، هكتبها هو جار ومجرور أو يجي لك ظرف. إذا خدنا نوعين من أنواع الخبر، خبر مفرد، والخبر النوع الثاني اسمه خبر شبه جملة. هو في نوع ثالث؟ أيوة أنا قلت لك الخبر ثلاث أنواع. النوع الثالث والأخير رقم ثلاثة الخبر أهو، وهو تنسى الخبر ده، الخبر الجملة. الخبر إيه؟ الخبر الجملة. هي الجملة في اللغة العربية أصلا لها أنواع ولا نوع واحد؟ لا ده الجملة في اللغة العربية لها نوعين، في جملة فعلية وفي جملة اسمية. في جملة إيه؟ في جملة فعلية وفي جملة اسمية. ما تيجي نشوف المثالين الأخيرين هنا. ليس الجهل ينفع أهله، أين الفعل الناقص الناسخ في هذا المثال؟ كلمة إيه هنا؟ أنا سمعتك أهو بتقول ليس. هو أنت كاتبها هنا أستاذ فرج ولا مش كاتبها؟ لا مكتوبة كلمة ليس هنا. إذا كلمة ليس تعرب فعل ناقص ناسخ. أين اسم ليس في هذا المثال؟ كلمة إيه هنا؟ الجهل. ماذا تعرب؟ اسم. ليس مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أين خبر ليس في هذا المثال؟ أخبرت عن الجهل أنه هو إيه هنا؟ شايف الكلمتين دول؟ ينفع أهله. هو كلمة ينفع اسم ولا فعل كلمة ينفع؟ لا دي فعل. كلمة ينفع فعل. يبقى الخبر نوعه يا سفرج هنا بقى؟ خبر نوعه جملة. ايه الكلمة دي يا عم فرج اللي انت كاتبها دي؟ جملة فعلية. كيف تعرب هذه الجملة الفعلية؟ نجيب الجملة من الأول. ليس
فعل ناقص ناسخ، الجهل اسم ليس مرفوع وعلامة رفع الضمة عشان مفرد، ينفع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، الفاعل ايه؟ ضمير مستتر تقديره هو، يعود على كلمة الجهل. وكلمة أهله مفعول به منصوب والهاء مضاف إليه. أين الخبر لكلمة ليس؟ ينفع أهله. ما نوع الخبر؟ خبر نوعه جملة فعلية. ما نشوف المثال الأخير المكتوب هنا، صار الجو رياحه شديدة، صار الجو رياحه شديدة. أين الفعل الناقص الناسخ؟ أنا سمعتك بتقوله صار، صار اعربها في العربي فعل ناقص ناسخ. أين اسم صار في هذا المثال؟ كلمة الجو. ماذا تعرب؟ تعرب اسم صار مرفوع وعلامة رفع الضمة. أخبرت عن الجو أنه هو إيه؟ رياحه بس ولا رياحه شديدة؟ الكلمتين مع بعض. أيوة، كلمة رياحه شديدة. أخبرت عن الجو أنه هو صار رياحه شديدة. كلمة رياح دي اسم ولا فعل كلمة رياح؟ لا والله اسم. يبقى الخبر نوعه إيه لما تلاقي أكثر من كلمة وتبدأ باسم؟ الخبر نوعه جملة. إيه الكلمة دي يا عم فرج؟ جملة اسمية. إذن الخبر ليه ثلاث أنواع، خبر مفرد وهتلاقيه كلمة واحدة بس، اوعى تنسى سواء مفرد ولا مثنى ولا جمع، ما فيش عندنا خبر اسمه جمع في العربي ولا مثنى. الخبر اللي كان أخواتها ليه أنواع ثلاثة، مفرد، شبه جملة، جملة، لا يتعدى هذه الأنواع الثلاثة. إذن كلمة راسخا خبر ما زال منصوب وعلامة نصب الفتحة ونوعه مفرد. كلمة ساهرات خبر لأمست منصوب وعلامة نصب الكسرة وأيضا هو مفرد. لكن كلمة في المحكمة في حرف جر والمحكمة اسم مجرور، كلمة في المحكمة اتفقنا أنه نوعه هنا شبه جملة. اعربها إيه بقى شبه الجملة هنا؟ هي والجملة كمان نقول كلمة في حرف جر والمحكمة اسم مجرور ونقول كده وشبه الجملة في محل نصب خبر أصبح. أنت ليه قلت في محل نصب؟ عشان الخبر بتاع كان أخوتها بيكون منصوب، عشان كده قلنا هنا في محل نصب. إذن كلمة في تعرب حرف جر والمحكمة تعرب اسم مجرور والكلمتين مع بعض تعرب شبه جملة في محل نصب خبر أصبح. طب وكلمة ينفع وأهله اتفقنا نقول الخبر إيه هنا؟ الخبر ينفع هو كلمة ينفع اسم ولا فعل؟ فعل. يبقى اعربها إيه عم فرج؟ كلمة ينفع فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وأهله مفعول به، والجملة الفعلية من ده كله بقى هي اللي خبر ليس. اعربها كلمة ينفع أهله جملة فعلية في محل نصب خبر ليس. كلمة ينفع أهله ليس الجهل ينفع أهله. كلمة ينفع أهله تعرب جملة فعلية في محل نصب خبر ليس. طب وكلمة رياح شديدة، كلمة رياح اسم ولا فعل؟ اسم. وكلمة شدة برضو هي اسم. طب كلمة رياح شدة على بعض هي جملة اسمية ولا فعلية؟ لا اسمية. اعربها في العربي جملة اسمية في محل نصب خبر صار. طب لو حبيت هو لو جاني في الامتحان وكان لي كلمة رياح وبس أو شديدة بس، مش دي جملة اسمية اتفقنا؟ أيوة جملة اسمية. الجملة الاسمية عبارة عن إيه أصلا؟ عبارة عن مبتدأ وخبر. يبقى كلمة رياح مبتدأ وكلمة شديدة خبر، والجملة الاسمية من مبتدأ والخبر في محل نصب خبر لسارة. إذن الخبر ابن حبيبي وبنت حبيبتي اللي ايه ثلاث أنواع، ليه ثلاث أنواع، خبر مفرد، خبر شبه جملة، وخبر جملة. الخبر المفرد بيكون كلمة واحدة بس واسم، لا ما ليس جملة ولا شبه جملة. طب وشبه جملة يا إما يجيلك جار ومجرور أو يجيلك ظرف. طب والجملة إما تكون جملة اسمية أو تكون جملة فعلية. الخبر لكان أخواته له ثلاث أنواع، النوع الأول مفرد، النوع الثاني شبه جملة، النوع الثالث والأخير خبر نوعه جملة، إما جملة اسمية أو يكون جملة فعلية. قربت أخلص خلاص، هقول بس مثال وأقول الواجب على طول بعدها. اعرب معايا حبيبي هذا المثال. لما أقول أصبح الطالب من المجتهدين
أين الفعل الناقص الناسخ في هذا المثال؟ كلمة أصبح. أين اسم أصبح في هذا المثال؟ كلمة الطالب. إعرابها اسم أصبح مرفوع وعلامة رفع الضمة. أين خبر أصبح؟ كلمة من بس وللمجتهدين بس، ولا كلمة من المجتهدين؟ أيوة سمعتك بتقول من المجتهدين. الكلمتين دول هم خبر أصبح؟ أيوة الكلمتين دول هم خبر أصبح. طب الكلمتين دول بدأوا بكلمة إيه؟ الأولى فيهم إيه دي؟ كلمة من. بتعرف إيه في اللغة العربية كلمة من دي؟ حرف جر. يبقى أنا سمعتك بتقول أهو لما تلاقي الخبر يبدأ بحرف جر يبقى الخبر هنا نوعه شبه جملة. إعرابها بالتفصيل من حرف جر، المشاهدين اسم مجرور، وشبه الجملة في محل نصب خبر أصبح. إذن قلنا الأنواع الثلاثة وخلاص خلصت، مش باقي إلا مثال واحد هقول على نقطة وخلاص أخير. كان الله غفورا رحيما. أين الفعل الناقص الناسخ في هذا المثال؟ هو كلمة كان. ده هي أصلا اسم الباب باسمها أصلا. كان إعرابها فعل ناقص ناسخ. أين اسم كان في هذا المثال؟ اسم كان هو لفظ الجلالة الله. ماذا يعرب لفظ الجلالة؟ اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. كلمة غفورا خبر، كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طب وكلمة رحيما خبر ثاني لكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إذن اللي عايز أقوله خلاصة الكلام، هل يجوز الخبر أن يتعدد؟ نعم يجوز لخبر كان أن يتعدد في الجملة. ممكن يجيني كذا خبر. خلاص عرفت أخلص آخر مثال وبعدها الواجب. لا تكن من الغافلين. فين الفعل الناقص الناسخ هنا؟ كلمة لا تكن. كلمة تكن دي هي كان أصلا. كان بتيجي متصرفة، ممكن تيجي في الماضي أو المضارع أو الأمر. أين اسم كان في هذا المثال؟ المثال هنا تلاحظ ابن حبيبي أن اسم كان هنا جاء ضمير مستتر تقديره أنت، كأني بقول لا تكن أنت من الغافلين. إذن كان فعل ناقص ناسخ، اسمها ضمير مستتر تقديره أنت. أما الكلمة من الغافلين تعرب إيه بقى؟ سمعتك، من حرف جر، غافلين اسم مجرور، وشبه الجملة عشان تعرف لما يجر ومجرور، شبه الجملة في محل نصب خبر كان. إذن كان لها أنواع في الخبر ثلاثة: مفرد، شبه جملة، وجملة. هل الخبر أن يتعدد؟ نعم يجوز الخبر أن يتعدد. كده خلصنا حبايبي، مش هقول الواجب. واوعى تنسى الخبر ليه ثلاث أنواع، واوعى تنسى اسم كان وأخواتها أشكاله في الجملة. ونقول الواجب حبايبي. الواجب استخرج الفعل الناقص الناسخ وبين اسمه وخبره وبين نوع الخبر. واحد، يقول مثال: بات الحارس يحرس المصنع. المثال الثاني: الله تعالى يقول كونوا قردة. الله تعالى يتكلم هنا عن بني إسرائيل. كونوا قردة خاسئين. إلى هنا حبايبي نتوقف، ومع تمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد والنجاح، وشكرا، والتقي في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى.